انا اشتريت دي نصرت ربي يا اخوتي في الاسلام اجروا هذه الكتب العلمانية الكافرة اشعلوا النار بكتب الشيطان. داعش فانية وتتبدد اسم الفيلم الأحدث في صالات السينما في سوريا ولا سيما في مدينة حلب. فيلم من إخراج المخرج السوري نجدت أنزور، وتدور أحداثه حول ممارسات تنظيم داعش في حق سكان بلدة سورية وصولا إلى استعادة الجيش السوري السيطرة عليها بمساعدة من أبنائها. وقت بشوف واحد الفيلم وبتعرفش معه أكيد، لأن في كتير ناس ما كان يأخذ الفكرة المنهجية لداعش. هلأ هون وقت عم بيشوف كان الإنسان المتعلم أو الإنسان المثقف أو الإنسان البسيط رح يكون فكرة كتير جميلة وكتير واضحة وصريحة. يصور ويستعرض الفيلم ممارسات داعش، ويلفت أبطاله إلى أنهم مهما حاولوا الإضاءة على صورة داعش فإنهم لن يصلوا إلى تجسيد حقيقة هذا التنظيم وفظائعه التي ارتكبها على أرض الواقع. هذا التنظيم السيء هو بحاجة لأكثر من فيلم حتى يوصله، ولكن نحن بفانية وتتبدد هو عبارة عن رسالة سورية من بلد بيعاني من هاي الحرب وبيعاني من هذا الإرهاب لكل العالم. يبشر عنوان الفيلم فانية وتتبدد بزوال داعش، حيث يؤكد صانعوه أن المواجهة الأساسية معه هي فكرية بالتوازي مع الجهود العسكرية القائمة لإنهائه. المشاهد اللي شفتها اللي اثرت فيني هي لحظه يعني الاغتصاب تبع الامير داعش للبنت الصغيره اللي عمرها هي 10 سنين، يعني هي ساعتها طفله بريئه، شاف فيها شيء له علاقه بالشهوانيات تبعت الانسان اللي شاف فيها بهالبنت البريئه. جرى تصوير الفيلم في مناطق خاضعة للجيش السوري في منطقة درية قرب العاصمة خلال وقت قياسي على مدى 6 أشهر بحدود 40 يوما من التصوير. فانية وتتبدد عنوان فيلم لنجدت أنزور يعرض في صالات السينما في حلب، يحكي قصة داعش وإجرامها ومعاناة السوريين منها. عبدالله ظاهر من حلب. نشوف الأمير الميادين.